ان احنا ما نشرفين على القانون هذا اللي يمس من المحامين. وانه كل ما في وسعنا ان نعملوه مش هالقانون هذا يكون متلائم مع مهنتنا الشريفه ونبيلة. نوضحوا اليوم للصحافة الوطنية والدولية الصديقة وأن المحامين اليوم في تونس كالأطباء والصيادلة ومختلف المهن الحرة وقفت محتجة أمام البرلمان على تمرير مشروع قانون المالية سنة 2017 الذي لم يراعي خصوصيات هذه المهن ولم يستجب لمطالبها، وإنما نعتبره كان ترجمة حرفية لإملاءات صندوق النقد الدولي. عساهم يحصلون على 2.8 مليار دولار متاع القرض المتبقى عندهم. الحكومة هذه إذا كانت بالحق تبحث على تنمية موارد الدولة، راهي الفلوس موجودة هنا في تونس. ما تبعوش المهربين ويعرفوهم، ما تبعوش المتهربين من الضريبة واللي هما يعد وهم معروفين للكافة والعامة، بل أنه ثم هناك منهم من هو في من هو عضو في أحزاب هذه الحكومة. نحن مع المحاسبة، نحن مع الشفافية، نحن مع العدالة الجبائية، وتو نشوفوا أشكون متهرب من الضريبة أو يحبوا يتحدوا. نحن نعلن تحدي أمام العالم، أمام الشعب التونسي، أن المتهربين هم أعضاء في هذه الحكومة وحزامها وقاعدتها المادية هم من الفاسدين والمتهربين. نحن كمحامين سنتظاهر ابتداء من اليوم للمطالبة أولا بإسقاط هذا القانون الوطني الذي يقسو ويجحف في حق الكافة. اليوم أصبح المواطن لا يستطيع أن يلجأ للمحامي. اليوم المواطن البسيط معاش نجم يلتجأ إلى الصيدلي ليشتري الدواء لأن المستشفيات خالية من الأدوية. اليوم المواطن البسيط لا يستطيع أن يدفع معلوم العيادة الطبية وين ماشيين. هذه الحكومة تقود البلاد للهاوية.